بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. الأردنيون يحتفلون بالعيد 60 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. كنائس الأردن تحيي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس الأرثوذكسية والقبطية والأرمنية تحيي يوم الحج السنوي إلى المغطس. خلال ندوة تشاركية بعمان، رجال الدين هم الأكثر تأثيراً بتعزيز النزاهة. وفيها أيضاً نحو الوحدة، الجزء الثاني عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة لله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف رجل الأحلام وقال: كانت الأحلام في الكتاب المقدس تعتبر وسيلة بها يكشف الله عن نفسه ويكلم الإنسان. وتناول قداسته أحلام القديس يوسف الأربعة حتى نفهم كيف علينا نتعامل نحن أيضا مع إلهامات الله لنا. في الحلم الأول ساعد الملاك يوسف على حل المأساة التي عصفت به عندما علم بحبل مريم العجيب. تضعنا الحياة أحيانا أمام مواقف لا نفهمها وتبدو بلا حل، وبالصلاة في تلك اللحظات نسمح لله بأن يبين لنا ما يجب أن نفعله. وكان الحلم الثاني عندما قال الملاك ليوسف أن يأخذ الطفل وأمه وأن يهرب إلى مصر لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليهلكه، ففعل كما أمره ملاك الرب دون تردد. قد نختبر نحن أيضا أخطارا تهدد حياتنا أو حياة من نحبهم. في هذه الحالات الصلاة تساعدنا على أن نسمع صوت الله الذي يولد فينا شجاعة مثل شجاعة يوسف لمواجهة الصعوبات. وفي الحلم الثالث والرابع كشف الملاك ليوسف أن الذين أرادوا قتل الطفل قد ماتوا، وأمره أن يعود مع مريم ويسوع إلى وطنه. وفي طريق العودة عندما سمع أن أرخلاوس خلف أباه هيرودس على اليهودية خاف أن يذهب إليها، فأوحي إليه في الحلم أن يذهب إلى الناصرة. وقال قداسته في الختام: الخوف هو جزء من حياتنا، وهو أيضا بحاجة إلى صلاتنا، والله لا يعدنا أننا لن نخاف أبدا، لكن عندما نصلي فإنه يساعدنا ويدلنا كيف نتغلب على الموقف ولا نتخذ قراراتنا تحت وطأة الخوف. بكل معاني الفخر والاعتزاز، يحتفل الأردنيون هذه الأيام بميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني 60، حيث يواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالته، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجاً للإنجاز والأمن والأمان. تفاصيل أوفى حول هذه المناسبة الوطنية الغالية في التقرير التالي. تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد 58 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني،
حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء والإنجاز. وعند مولد جلالته في 30 من شهر كانون الثاني من عام 1962 خاطب المغفور له الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني قائلاً: ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام. وكان قد نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكا للأردن بعد وفاة والده في 7 من شهر شباط عام 1999 ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة. ومضى الأردن بقيادة جلالته نحو إصلاحات شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في العالم ترتكز على ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء مبادئ السلام في المنطقة والعالم وتحقيق العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. وتقديراً لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وسعيه الدؤوب لتعزيز حوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، فقد نال جلالته العام الماضي جائزة مصباح السلام للعام 2019 التي منحتها له الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرانسيس الأسيزي في إيطاليا، وهي جائزة تمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام. حيث أكد جلالته خلال حفل التسليم: In the open letter, a common world between us and you, Jordanian scholars and fellow Muslims reached out to our global Christian neighbors, calling for a new understanding about the values our faith share, especially the commandments to love God and love our neighbor. And every corner of the world, Christians have joined us in an earnest and positive conversation. So my friends, the principles of coexistence and interfaith harmony are deeply embedded in Jordan's heritage. Our country is home to a historic Christian community. All our citizens actively share in building our strong nation. And indeed, Christians have been part of the Middle East societies for thousands of years and are so vital to the future of our region. Jordan is part of the Holy Land. The five prophets of great resolve, as they are called in the Quran, prophets of Judaism, Christianity, and Islam, have all, peace be upon them, blessed our land with their presence. And I myself have been blessed to help support the restoration of Bethany beyond the Jordan, the baptism site of Jesus Christ, peace be upon him. ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم. كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة. ومن هنا
يقف الأردنيون جميعاً كما هم على الدوام متمسكين بمبادئهم التاريخية النبيلة، حاملين رسالة السلام ومجددين العهد والوفاء للقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته أصبح أنموذجاً يحتذى به لما يمثله من الوسطية والاعتدال والاتزان، حتى غدا محط إعجاب وتقدير كل دول وشعوب العالم. وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلة بمديرتهم الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسمى معاني التهنئة لجلالته. نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حامياً لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة، داعين العلي القدير أن يحفظه وأن يبقى بلدنا واحة أمن وأمان، وأن يرعى حكومتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ودائماً معونتنا من عندك يا رب، آمين. بدعوة من رؤساء كنائس الأردن، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة 11 على التوالي احتفالية أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. تفاصيل أوفى حول هذا اللقاء الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي. روح يجعلنا أبناء الله، لولا الزيت ما أعطى السراج نورا، لولا الروح ما فرشنا نور الله. الروح يجمعنا، هاليلويا، الروح يجعلنا أبناء الله. احتفلت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة 11 على التوالي بأسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له، وهي الآية الإنجيلية الواردة في الفصل الثاني من إنجيل متى. هذا وقد أقيمت الاحتفالية في كنيسة الفاد الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان، شارك فيها غبطة البطريرك بيربت ستابت سبالة بطريرك اللاتين في القدس، وعدد من الأساقفة رؤساء الكنائس في الأردن، وجمع من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وشخصيات رسمية وأعيان ونواب، وحشد من المؤمنين. وخلال اللقاء المسكوني دعا رؤساء الكنائس في تأملاتهم إلى الالتزام بالصلاة والمحبة، وأن نعيش صدق المحبة المسيحية التي تشكل أساس الوحدة، لافتين إلى أنه لا يمكن للوحدة المنظورة إلا أن تكون ثمرة الروح القدس، وعلينا أن نجعل دائما من المحبة هدفا لنا، وأن نحاول ترسيخها بين المؤمنين والمؤمنات. وأكد رؤساء الكنائس الأردنية أن صلاتهم لأجل الوحدة هذا العام انطلقت حاملة معها جرعة من الرجاء والأخوة وأمل منشود يتحد فيه المسيحيون قلبا وروحا، متضرعين إلى الرب يسوع المسيح له المجد أن يمنحنا الوحدة والمحبة والإخلاص. وفي كلمته أعرب الأب جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن عن تمنياته أن يمنح الرب السلام على العالم، وأن يزول الوباء الذي ترك أثره على الإنسان والمجتمع وما خلفه من صعوبات اقتصادية قاسية على الجميع. ورفع الأب خضر الدعاء إلى الله بأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أهله وشعبه وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني، وأن يبقى الأردن على الدوام واحة أمن واستقرار. أيها الرب أبانا السماوي العلي القدير ملك الملوك ورب الوجود، نتوسل إليك من صميم قلوبنا أن تنعم ببركاتك على مليكنا عبد الله الثاني
نتضرع إليك أن تملأه نعمة بنعمة روحك القدوس وترشده بحكمتك السماوية ليسلك دوما بحسب إرادتك ويسير في طرقك. يا رب بارك مشرقنا الحبيب ووطننا الأردن العزيز وسائر الحكام في هذه المنطقة وجميع الذين يقلدون مناصب في دول مشرقنا ليدبروا أمور جميع المواطنين برؤى نيرة وليوطدوا دعائم السلام والأمان. أبعد عنا الويلات والوباء والحروب والخصومات والشقاق واملأ بلداننا بالسلام والوئام والرخاء والرفاه برحمتك يا رب. وبعد إعلان الإنجيل المقدس ألقى المطران حسام نعوم مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط كلمة روحية لفت فيها إلى أن النصوص الكتابية المختارة تقود أفكارنا وتأملاتنا نحو النور الآتي إلى العالم، رب المجد يسوع طفل المغارة، داعيا سيادته الجميع إلى الصلاة والتأمل نحو الروح القدس ليمنحنا الإرشاد والطمأنينة ولنكون شهودا للعالم بوحدتنا بالمسيح حتى نستطيع أن نبلغ هدفنا. ومهما اختلفت دعوتنا هناك أمر نتفق عليه جميعا، إن الروح القدس يقودنا جميعا نحو الوحدة، وحدة الهدف والشركة معا، إذ أن جوهر وحدتنا هو الرب يسوع نفسه رأس الكنيسة والجسد الواحد. هذه كانت صلاة الرب يسوع في نصوص الوداع عند العشاء الأخير قبل آلامه موته وقيامته، أن يكون الجميع واحد كما أنه هو والآب واحد. هذه الأرض المقدسة هي ملتقى السماء والأرض بتجسد الكلمة، وأيضا مشتهى وملتقى الأمم، وكما قال ربنا يسوع المسيح في إنجيل لوقا: ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. وأجمع المتحدثون في اللقاء على أن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين جاء هذا العام لكي نتحد معا ونشهد للحق ونعمل على تعظيم فضيلة المحبة وأن نكون بأجمعنا واحدا بجسد المسيح لكي يؤمن العالم. وقد شارك في هذا اللقاء العائلات الكنسية التالية: كنائس اللاتين والروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والفادي الإنجيلية والسريان الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس والسريان الكاثوليك والكلدان والأرمن الكاثوليك والكنيسة المارونية. وبهذا تتمم الكنيسة المحلية صلاة يسوع نفسه لأجل وحدة الصف المسيحي في المسكونة كلها. وتأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعددة إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام في العالم أجمع، حيث يعود تاريخ إطلاقه إلى قرن مضى ويحتفل به مسيحيو العالم سنويا لطلب تلك الهبة الرائعة. في أجواء إيمانية تملأها الفرحة والبهجة أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية يوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح بالمغطس، حيث ترأس الصلاة هناك قدس الأب أنطونيوس صبحي كاهن الرعية القبطية في الأردن بحضور الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى ومشاركة شمامسة وأبناء الكنيسة القبطية في المملكة. وفي كلمته الروحية شكر الأب أنطونيوس جلالة الملك عبد الله الثاني على محبته وتوصياته بالاهتمام بهذا المكان المقدس، كما شكر سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء المغطس على جهوده المبذولة مع هيئة الموقع في الحفاظ على قدسية المكان، والشكر الموصول كذلك إلى الأجهزة الأمنية الأردنية لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على أمن وراحة الحجاج.
قال سيادة المطران خريستوفورس عطلة إن ولادة السيد المسيح في معموديته في نهر الأردن يجعلنا كمسيحيين أردنيين أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتثبيت وجودنا المسيحي والمحافظة عليه في بلادنا المقدسة التي أطلقت للعالم بشارة الخير والسلام. جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة الأرثوذكسية الرومية بعيد الظهور الإلهي الإغطاس. المزيد حول هذا الاحتفال المبارك في التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الرومية بعيد الظهور الإلهي الإغطاس، حيث أقيمت بهذه المناسبة مراسم الحج السنوي لكافة رعايا المملكة. تضمن احتفالاً بالليتورجيا الإلهية في موقع معمودية السيد المسيح المغطس. ترأس الخدمة سيادة المطران خريستوفورس عطلة بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وحضور دبلوماسيين ووزراء وشخصيات دينية ورسمية وعامة، وسط مشاركة فعالة للمجموعات الكشفية الأرثوذكسية وأفراد الشبيبة وجمهور المؤمنين من مختلف رعايا المملكة. وخلال الاحتفال ألقى المطران خريستوفورس كلمة روحية ووطنية للمحتفلين، قال فيها إن ولادة السيد المسيح في بلادنا المقدسة ومعموديته في نهر الأردن يجعلنا كمسيحيين أردنيين أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتثبيت وجودنا المسيحي والمحافظة عليه في بلادنا المقدسة التي أطلقت للعالم بشارة الخير والسلام. هون كان يوحنا مع تلاميذه وحكى لهم هذا هو حمل الله الرافع خطايا العالم. هون يوحنا اعترف وشهد للمسيح، وهون المسيح اتعمد على يدي يوحنا المعمدان. الخالق بنحني أمام المخلوق حتى يعلمنا التواضع ويعلمنا المحبة، كيف نقدر نحب بعضنا البعض وكيف نقدر إنه نعيش بروح التواضع والمحبة. بلادنا مقدسة، البشارة من هون من الأردن من هذا النهر المجيد المبارك. أبنائي، انتشرت البشارة المسيحية لكل العالم، كل عيون العالم المسيحي لا بل العالم بأكمله، حتى العالم السماوي بهاي اللحظات هي منحنية هون للأردن، لأنه الإله ظهر بالجسد وفي عنا ظهور إلهي الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. قديش بركة لإلنا كبيرة إنه نحن أبناء هاي البلاد المقدسة، قديش بركة كبيرة إلنا إنه نحن اليوم موجودين في هذا المكان المقدس، قديش بركة كبيرة إلنا ومسؤولية على عاتقنا إنه نقدر نعيش بهاي المحبة، إيماننا بكل روحانيته حتى ينعكس على حضورنا وعلى وجودنا المسيحي اللي الحي دائم كان في بلادنا، اللي هو كان ثمرة حتى يقدر إنه يكون في عنا عيش مشترك إسلامي ومسيحي مع بعضنا البعض، ونقدر كأبناء للوطن إنه نبني بلدنا وندخل في هاي السنة في المئوية الثانية من الدولة. بركة كبيرة أبنائي، وهاد كله صدقوني لوم العناية الإلهية، ما قدرنا إن نكون بهاي النعم العديدة. نعم منمر في مصاعب، نعم منمر في ضيقات، في نعم منمر في أوبئة، نعم منمر في ظروف عديدة اقتصادية وسياسية وإلى آخره، ولكن في عنا نعم كبيرة مننعم فيها ببلدنا الأردن. في عنا قيادة هاشمية، في عنا بلد آمن ومستقر، في عنا أخوة محبة مع بعضنا البعض، شعب واحد. في عنا كتير نعم وعطايا اللي نحن منتمتع فيها في هذا البلد، واليوم منرفع شكر لربنا. عشان هيك مع صلاة تقديس المي
اليوم تذكرنا كل الآباء والأجداد اللي استشهدوا من أجل الوطن والإيمان طيلة 100 سنة الماضية، لا بل طيلة مئات السنين من الوجود المسيحي في هاي البلاد المقدسة. اليوم ذكرناهم ومن خلالهم منعترف بالجميل اللي ضحوا من أجله، من أجل الوطن، حتى نحن نكون بأمن وباستقرار. وأكد غبطته أن الدور الهاشمي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يساهم في دعم وتثبيت الوجود المسيحي، ويساعد غبطة كيريوس كيرستيفورس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أمام التحديات الصعبة التي تواجهها الكنيسة في القدس، داعياً إلى ضرورة الالتفات حول غبطته ودعم مواقفه، ما يساهم أيضاً في دعم المقدسيين في الحفاظ على وجودهم وممتلكاتهم وحقهم التاريخي في المدينة المقدسة. كما تضرع سيادته إلى الرب الإله أن يمنح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كل بركة ونعمة من لدنه، مقدماً الشكر أيضاً لسمو الأمير غازي بن محمد وهيئة المغطس وكل من ساهم في دعم وتطوير الموقع وإنجاح هذه المناسبة. وكلنا ملتفين حول بطريركيتنا المجيدة، بطريركيتنا المقدسية، وجلالة سيدنا الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين اللي ربنا يحميه ويحفظه. كمان في هاي اللحظات علي أنه كمان أقدم شكر لسمو الأمير غازي على كل محبته وعلى كل ما بيقوم فيه من أجل هذا الموقع حتى يبقى بهاي القدسية، وحتى نحافظ على هويته، على هويته الروحية وعلى هويته ككنز لكل البشرية. فكل الشكر والتقدير لسمو الأمير غازي، لوزارة السياحة والآثار، للهيئة موقع اللجنة الملكية للموقع المغطس، لكل العاملين، لرئيس الهيئة هون كمان عندنا في الموقع، لكل الشخصيات وكل أبناء الوطن اللي نحن منقدر كل واحد فيهم على الدور المهم اللي بيقوموا فيه حتى يبقى هذا المكان المقدس بهذا الطابع الروحي والحضاري، حتى يكون شاهد للعالم بأكمله. ربنا أبنائي يبارك قوات الأمن العام، جيشنا العربي، كل أجهزتنا الأمنية اللي هي صاهرة ليل نهار على تحمي حدود البلاد وتحمي الأمن والاستقرار في بلدنا. ربنا يباركهم كلهم، وربنا يبارك كل إنسان حريص على مواطنته حتى يبقى مواطن صحيح في داخل الوطن. ربنا يبارك أبنائي كل شخص منكم اليوم الموجودين، وكمان بوجه كل الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام اللي إلها دور مهم إنها تنقل كل هاي الأحداث الروحية ورسالة الكنيسة ورسالة بطريركيتنا المقدسية ورسالة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة اللي بيقود حملة كبيرة من أجل تثبيت الوجود المسيحي والمحافظة على الهوية العربية لبلادنا المقدسة ووجودنا في بلادنا المقدسة وبالأخص بالقدس الحبيبة تحت الرعاية والوصاية الهاشمية اللي نحن دائماً منأكد عليها، الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. ربنا يبارك أبنائنا الشبيبة، مدارس الأحد، الكشافة، وكل اللي تعبوا حتى ينجح اليوم احتفالنا. ربنا يبارك الجميع، كل عام وانتم بخير، نعمة وبركة أبنائي، أمين. وبدوره قال مساعد مدير عام هيئة موقع المغطس الدكتور عبد العزيز العدوان إن إدارة الموقع قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة الاحتفالات بموسم الحج بما يتواءم مع البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة كورونا. بكل سرور وفرح وسعادة في هذا اليوم المبارك
أمة الجموع المصلين المسيحيين من طائفة الروم الأرثوذكس إلى معمودية السيد المسيح عليه السلام في عيد إغطاس الروم الأرثوذكس في المملكة الأردنية الهاشمية شرق النهر، حيث أشادت وجميع المصادر والأدلة على أن معمودية السيد المسيح شرق النهر في المملكة الأردنية الهاشمية، منها الكتاب المقدس وأقوال الرحالة وشواهد الأثرية وجميع رؤساء الطوائف المسيحية في العالم، بأن المعمودية شرق النهر وليست غربي النهر. طبعا في هذا اليوم المبارك واليوم السعيد، اليوم الوطني، اليوم الديني، لقاء الأنبياء والمرسلين، معمودية المسيح عليه السلام جاءت جميع المصلين والحجاج إلى هذا المكان المقدس، حيث التقاء ولقاء يوحنا المعمدان مع السيد المسيح عليه السلام، حيث تمت المعمودية في أخفض مكان في العالم والأقرب إلى السماء، حيث بنيت كنائس أثرية بذكرى عماد السيد المسيح، تحتوي على درج النزول وأكبر حوض أثري مائي للتعميد في العالم. ونشكر القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة ووزارة السياحة والآثار وتنشيط السياحة على جميع ما تقوم فيه من أدوار عظيمة لإنجاح المناسبات الوطنية والدينية والمسيحية. وقبل ذلك نشكر طبعا جلالة الملك عبد الله صاحب الولاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأردن وفلسطين، والشكر الجزيل لرئيس مجلس أمناء هيئة موقع المقدس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم، حيث أصبح هذا المكان مقصد ديني للحجاج المسيحيين في العالم ووجهة دينية لجميع المسيحيين من شتى أقطار العالم. كل عام والجميع بألف خير. وفي ختام الاحتفال أقام المطران كريستوفورس خدمة تقديس الماء مباركا الحاضرين، ثم غطس الصليب المقدس في النهر كالعادة لتقديسه، ومطلقا الحمام الأبيض رمز الروح القدس الذي رف فوق مياه نهر الأردن عند اعتماد السيد المسيح. سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد. احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في الأردن بعيد الظهور الإلهي، وذلك في موقع معمودية السيد المسيح في المغطس، حيث أقيمت صلاة بهذه المناسبة في كنيسة الأرمن الأرثوذكس في المغطس. ترأس الصلاة نائب بطريرك الأرمن في الأردن قدس الإرشمندريت أفيدس أبريجيان بحضور عدد من أبناء الرعية الأرمنية في المملكة. وبعد الصلاة توجه المؤمنون إلى مياه النهر، حيث احتفلوا مع أبناء الأرمن القادمين من غربي النهر بعيد الميلاد والإغطاس بألحان أرمنية مميزة. وفي لقاء أجرته نورسات مع راعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الأردن الأرشمندريت أبريجيان، أشاد بما يقدمه الأردن ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير غازي بن محمد لهذا الموقع المقدس من رعاية واهتمام، ولأبناء الرعية الأرمنية من تسهيلات في الإقامة والعمل وممارسة الشعائر الدينية. كما قدم الشكر لهيئة الموقع والأجهزة الأمنية لجهودهم المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. اليوم نحن نحتفل بعيد الإغطاس، نحن مجتمعين على ضفة النهر الأردن من جهة الأردن، الأردنيون الأرمن
ومن طرف الثاني البطريركات الأرمن الأرثوذكس وأخوات المار يعقوب. نحن أملينا يعوم السلام ببركة الله وتعالى هذا تحت السماء حيث ظهر الثلوث الأقدس. هنا أول مكان مقدس للمسيحيين. من هذا المكان المقدس نرفع عيوننا إلى السماء رجينا من العلي القدير أن يمنح سلام والمحبة لكل شعب العالم وأن يحفظ الجميع من وباء الكورونا ويشفي وكل المصابين من جميع الأمراض. ونحن وبهذه المناسبة نتقدم ونرجو من العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك وسيدنا عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه ويقودنا إلى مستقبل منور وباهرا. وكما نشكر سمو أمير الغازي ومكتبه لما يقدمه من عون للشعب الأردني الأرمن وكذلك إلى إدارة المختص وقوات المسلحة لكل ما يقدمونه لنا من أجل والسلام. كل عام وأنتم بألف خير. في سياق آخر واحتفالا بعيد الميلاد المجيد والإغطاس بحسب التقويم الأرمني، استقبلت مدينة بيت لحم نائبة غبطة البطريرك المطران سيفان غريبيان في احتفال بهيج جرى له بعد وصوله إلى ساحة المهد قادما من القدس. وقد شهد الاحتفال شخصيات رسمية وشعبية وحشد من أبناء الرعية الأرمنية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرليل الحدوة. استقبلت مدينة بيت لحم النائبة غبطة البطريرك المطران سيفان غريبيان باستقبال رسمي ابتدأ من القدس إلى دير مار إلياس مروراً بشوارع بيت لحم القديمة وصولاً لساحة المهد. وكان من بين المستقبلين المطارنة والكهنة والشمامسة والوزراء والمحافظ اللواء كامل حميد ورئيس البلدية المحامي أنطون سلمان وأعضاء المجلس البلدي والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والأجهزة الأمنية وممثلو الكنائس والمؤسسات. وبعد الاستقبال الرسمي من قبل الوفود والمجموعات الكشفية الأرمنية التي حضرت من القدس وعلى أصوات التراتيل الأرمنية ورائحة البخور المنبثقة في الساحة توجه الجميع إلى دير الأرمن لتبادل التهاني بالأعياد الميلادية لدى الطوائف الأرمنية التي تختتم الأعياد بقداس منتصف الليل. وهنأ سلمان المحتفلين بالأعياد المجيدة لطائفة الأرمن متمنياً أن يعم السلام في أرض السلام وأن تكون سنة خالية من الوباء في العالم. كما وهنأ النائب البطريركي سيفان المحتفلين بالأعياد متمنياً أن تكون سنة خير وبركة داعياً إلى الله أن يزول هذا الوباء بأسرع وقت وأن تعود الأعياد الميلادية كما كانت بالسابق. بعيد على كل جميع المسيحيين اليوم عيد الأرمن ميلاد المسيح ببيت لحم. اليوم بدنا نعيد نحن 18/1 منصلي أنه ربنا يعطي خير والبركة لكل العالم يوقف كل إشي يصير سلام بكل العالم. ونشكركم. احنا بنعتبر اليوم عيد وطني عيد الميلاد لأبنائنا الأرمن بنعيدهم ونقولهم كل عام أنتم بخير وإحنا معكم في كل مهامكم ونشاطاتكم ومنقول للعالم ها هي فلسطين تحتفل للمرة الثالثة بعيد الميلاد وهو عيد وطني بتحتفل فيه دولة فلسطين من مدينة المهد من منبع المسيحية في العالم. منقول للعالم ها هو الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وبكل مؤسساته تحتفل مع أهلنا الأرمن في فلسطين والعالم بعيد ميلاد سيدنا المسيح في على التقويم الأرمني. للنورسات مارلن الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.
نظمت هيئة النزاهة والمكافحة الفساد ندوة تشاركية بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي. وقال رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي إن هذا اللقاء جاء بهدف تأكيد أهمية النهج الإصلاحي الذي حثت عليه الشرائع السماوية، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية في الأردن لها دور رئيسي في توعية السكان بالممارسات الفضلة. من جهته أشار مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف الدكتور حاتم سحيمات إلى أن دور الأئمة والوعاظ والخطباء هو إبقاء الناس على الطريق الصحيح وتقديم الدين صافيا نقيا. بدوره قال الأب نبيل حداد إن هذا اللقاء هو دليل على الإيمان بالقيم والتعاليم الدينية، لافتا إلى دور الأئمة والوعاظ ورعاة الكنائس في نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع. وأجمع المشاركون في اللقاء على أن الديانات السماوية كافة تنبذ آفة الفساد وترفضها وتحاربها وتعاقب مرتكبها. نحيي هذه الهيئة بأدائها وعطائها ومكانتها وبرئيسها عطوفة الباشا مهند الخطيب حفظه الله، وهذه الهيئة الموقرة التي تلعب دورا فعليا في النزاهة ومكافحة الفساد. إذن اليوم هي خطوة من هذه الخطوات يتقدم فيها البعد الديني الروحي النفسي الأخلاقي التربوي ليقدم جهده ورسالته، وهي رسالة الأنبياء في الإصلاح وفي إقامة المجتمع المستقر بعيدا عن الفساد وبعيدا عن كل الآفات التي تعبث بأمنه واستقراره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وتربويا بكل معاني الروح التي شاءها الله تعالى أن تكون خطوة دائمة ترعى هذا الإنسان. نشكر ونقدر هذا الوطن الحبيب بقيادته الهاشمية، هذه الهيئة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وكل علماء ورجال الدين الذين يقدمون اليوم رسالتهم ليقولوا نحن شركاء من أجل هذا الدور الرائد في وطننا الأردن الحبيب. هذا اللقاء التشاركي بين رجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي الأفاضل اللي دعت إليه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هو لقاء هام جدا جدا لما تصبو إليه كل التوجهات بالنسبة لمجتمعنا الأردني. معروف أن رجل الدين المسيحي ورجل الدين الإسلامي كلمته مسموعة، فهي فرصة عظيمة لنشر الفضيلة، التركيز على نشر الفضيلة ونبذ الرذائل اللي بنشترك كلنا في تصنيف هذه الفضائل وتصنيف هذه الرذائل. جهود مشكورة، وإن شاء الله نجد الثمرة قريبا في مجتمعاتنا بإذن الله. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات قدس الأب أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن والقس الكانون فائق حداد راعي الكنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية في عمان، وذلك في حلقة جديدة بعنوان أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث تركز الحوار حول العلاقة الروحية التي تربط الكنائس الأردنية فيما بينها. وقد أجمع الضيفان في حديثهما على أن الكنائس الأردنية تعيش مجدها بفضل الرعاية الهاشمية التي توليها كل الرعاية والاهتمام. المزيد في هذا الحوار. يعني نحن كلنا مطلوب أن يكون بيننا شركة، هذه الشركة والشراكة، وأن نكون قادرين على أن نوصل هذه الرسالة. إحنا في هذا المساء عم نوصل رسالة من المشرق، من مشرق بيت لحم نحن إلى الشرق بيت لحم. يعني في المشرق كيف ترون الشهادة المسيحية في الأردن، شهادة الكنيسة المسيحية في الأردن؟ أبونا الرئيس، أبونا من خلال 40 سنة وثمان أشهر اللي عشتهم هنا في الأردن من حياتي من عمري، يعني
أشكر ربنا في كل صلاة على وجود الكنيسة في الأردن، ليس الكنيسة القبطية، الكنيسة رسالة المسيح. نعم. الكنيسة ينبوع محبة المسيح وليس الكنيسة القبطية. في إحدى المؤتمرات حينما سئلت سؤالاً ذكرت أن الكنيسة لها مكانة كبيرة في قلب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. طيب. فقالوا لي تقصد الكنيسة القبطية؟ قلت لا، الكنيسة ككل، الكنيسة في الأردن مش في عمان بس. نشكر الله، بنصلي ليل ونهار إن ربنا يديمها نعمة، الكنيسة تعيش حياتها الروحية بطلاقة، الكنيسة كل طلباتها مجابة من قبل الدولة، والكنيسة دائما أبسط شيء، ماذا حدث في الأسبوع الماضي في ليلة عيد الميلاد؟ ماذا حدث؟ رأينا كلنا كرؤساء كنائس، رأينا كم فرع من وحدات الأمن الأردنية. نعم. أفرع كثيرة مهتمين بالسؤال، مهتمين بالحراسات، مهتمين. الكنيسة، أنا دائما أذكر الكنيسة في الأردن تعيش مجدها، والله يديم علينا عرش جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأنا عشت برضو أيام من عمري أيام المغفور لي الملك حسين بن طلال، وشفت كم كان يهتم هو أيضا. نعم. بالكنيسة، فنشكر الله على هذا. بقى أن الكنيسة طالما أن الله سمح أن تعيش مجدها، فالكنيسة لابد أن تقوم بدورها الروحي الاجتماعي. نعم. في حياة الناس. أنا هنا يعني أنتقل أخي سيادة القس فائق حداد، ومن روح الشعار، شعار الوحدة، المجوس عبروا من هنا أكيد من الشرق، إذا لابد أنهم مروا من هذا الأردن، وكان تنوع في الهدايا التي قدموها في مغارة بيت لحم، تنوع زي تنوعنا نحن، ذهبا ولبانا ومرة. يعني كيف ترى هذا التنوع؟ هل هذا التنوع الذي يثري، هل كما قال سيادة الأب أنطونيوس، يعني أنا بوافق دور الكنيسة، بوافق أبونا في دور الكنيسة الرائع في الأردن واللي عبر التاريخ وما توقف. التنوع أنا بالنسبة لإلي بنظر لإله بنظرة إيجابية جدا. الفسيفساء إذا كانت بألوان مختلفة تبقى أجمل والأجمل. والكتاب المقدس علمنا أنه أعضاء الجسد مش كلهم عضو واحد، في أعضاء مختلفة وتكمل بعضها البعض. ما دام الجميع عمالهم بيسعوا لمجد الرب وملكوته، كل كنيسة في صلواتها، كل كنيسة في عملها، كل فكر، كل عقيدة عمالنا نطلب فيه مجد الرب، وكلياتنا عمالنا نسمح للروح القدس أن يعمل بناتنا من أجل أن نكون إحنا الأفضل، لأنه جئت إلى العالم، جئت ليكون لهم حياة وليكن لهم الأفضل. نعم. والأفضل كلياتنا بنسعى إله، كل إنسان بطريقته الخاصة. الأم بالبيت بتحاول تعمل أفضل شيء لأبنائها، الأبناء بحاولوا يكونوا مجتهدين جداً حتى يكونوا الأفضل في المدرسة، الأب بيعمل، الكل عم بيعمل لهدف واحد إنه نكون الأفضل كعائلة. وإحنا العائلة المسيحية في الأردن، في العالم، لكن أنا بتحدث اليوم عن الأردن وعن منطقتنا في الشرق والمشرق، إنه إحنا نسعى جميعا، وهذا منطلق ممكن الوحدة، كونوا واحد. ربنا في رسالته في إنجيل يوحنا بالإصحاح 17 آية 22 ليكونوا واحد، هو بيعرف إنه إحنا في عنا راح يكون كل إنسان كينونته، شخصيته، خصوصيته، لكن
خصوصيته، لكن كلياتنا احنا واحد في الايمان، زي ما الكتاب المقدس ايمان واحد، معمودية واحدة، واحنا ان رسالة واحدة، ان قيامة واحدة، ان ميلاد واحد، وان ظهور واحد. حتى احنا بالتسميات وان كانت بتختلف بشكل بسيط، لما بتتحدث عن الاغتاص الكل بيفهم شو هو الظهور الالهي، الميلاد، القيامة. في عنا مشتركات كثيرة بتوحدنا، بتخلينا أي إنسان بينظر بيعرف إنه أنا مسيحي. وسط أجواء من البهجة والفرح، ترأس غبطة البطريرك رفائيل ساكو احتفال رسامة المطران المنتخب لأبرشية دهوك أزاد صبري شعبة، وذلك في كاتدرائية مارآلها بمدينة دهوك، بمعاونة عدد من الأساقفة والأباء الكهنة والراهبات وجمع من المؤمنين. وخلال الاحتفال بارك البطريرك ساكو المطران شعبة وقال له: نجاحك يتوقف على محبتك لكهنتك ومؤمني أبرشيتك. هذا الشعور ينبغي أن يأخذ كل مشاعرك وتفكيرك واهتمامك، وعليك أن تكرس حياتك وتوجه تفكيرك وطاقتك لخدمة رعيتك، لأن الرب سيحاسبك مثلما سيحاسب كل واحد منا. ودعاه في ختام كلمته بأن يكون للمهجرين من الموصل ونينوى أبا وصديقا ومدافعا عن كرامتهم وحقوقهم. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان الجزء الثاني من حلقة نحو الوحدة، حيث استضاف البرنامج القس الكونان فائق حداد راعي كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية، فيما كانت هناك مداخلة عبر اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين حول موضوع الحلقة، وهو أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، والغاية من ذلك أن نحمي أنفسنا ونتشارك فيما بيننا بما يجمعنا ويوحدنا. فإلى هناك. وهذا موضوع الوحدة السيس فاية، يعني هذا عم بيكون شوية بيسبب حالة من الإرباك بالجماعة المؤمنة، إنه موضوع الوحدة ما هو المعنى من موضوع الوحدة، مع إنه إحنا فسرنا الأسبوع الماضي وأبونا فرح حجازين أيضا شرح موضوع الوحدة، وهو وصية السيد المسيح لنا كما جماعة واحدة. الكل شاعر وعارف إنه بحاجة إلى هذه الوحدة. نعم. بحاجة إلى ليس فقط الصورة وإنما الجوهر، في إنه إحنا اليوم بفكرنا، بإيماننا، بعلاقاتنا. نعم. يعني صعب إنه نتحدث اليوم بإنه إحنا في عنا لجان تعمل مع بعضنا البعض، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس الكنائس العالمي، المجالس المسكونية تحدثت عنها، كل العائلات الكنسية موجودة. لكن إذا إحنا جلسنا فقط من أجل العمل والعمل الإداري والمالي بتروح الروح. نعم. وروح الرب بده منا يجمعنا. نعم. نتحدث ونصلي. إحنا بتعودنا كمسيحيين في كل شيء بنبدأ فيه بالصلاة. نعم. لقاء بسيط، اجتماع، حتى على وجبات الطعام المختلفة. قبول الآخر هو إشي مهم جدا. اليوم إحنا منعلم قبول الآخر، لكن اليوم بحاجة لممارسة قبول الآخر. اليوم بحاجة لممارسة يسوع المسيح في يوم خميس الأسرار. هو اللي غسل أرجل التلاميذ، مش التلاميذ غسلوا رجليه. هو اللي قبل الكل وكان بيعرف. كلياتنا من الكتاب المقدس متأكدين، زي ما الرب يسوع المسيح متأكد في ليلة تسليمه، ليلة موته على الصليب، كان في خاين بيناته. نعم. احنا مش عم نحكي على خاين، لكن عم نحكي على قبول الآخر، عم نحكي على الإنسان اللي احنا ممكن لا أتفق معه بالفكر، لا أتفق معه بالعقيدة، لا أتفق معه البعض بيحطها في الإيمان، لكن لازم أتفق معه إنه الروح، روح الرب يسوع المسيح حلت علينا جميعا بدون استثناء يوم العنصرة. إذا بنفكر في صلاتنا اللي باليوم اللي إحنا بنحتفل فيه احتداء القديس بولس، الصلاة اللي بتتخذها الكنيسة والأنجليكانية الأسقفية في العالم تتحدث: اللهم الذي بكرازة القديس بولس الرسول المبارك
جعلت نور الإنجيل يشرق على العالم كله. هو اللي سافر من منطقة لمنطقة ما كان يهتم إلا بنشر كلمة الرب يسوع المسيح. نور الإنجيل، الإنجيل بنعرف من أول مرة استخدمت في إنجيل القديس مرقس، وكانت معناها الخبر السار. إحنا نوصل الخبر السار اليوم إذا ما في عندنا صلاة وحدة اللي من آمن بقوة الروح القدس وبقوة الصلاة. إحنا منصلي من أجل المرضى ليشفوا، منصلي من أجل رحمة ربنا على الموتى مشان يخذهم عنده على منازله الكثير والأمجاد السماوية، منصلي من أجل المعجزات أن تقام، من آمن بالمعجزات التي عملها الرب يسوع المسيح، ومنصلي من أجل المعجزات في حياتنا. معقول ما من آمن أنه الوحدة ممكن تكون حتى لو معجزة يعطينا إياها الرب؟ إحنا إذا منتبع عمالنا منعلم الكتاب المقدس، إذا منعلم الكتاب المقدس وبنيجي على العقيدة، الناس اليوم الفرح اللي شفناه مبارح بالخدمة، ما ولا واحد فينا سأل عن قضية العقيدة والكنيسة، كلياتنا شايفين إشي واحد، تمجيد اسم الرب، وأتينا لنسجد له. ما كان في إشي ثاني، ما كان في الأساقف الموجودين مع الأباء الموجودين مع الشعب الموجود، كان كلياتنا في تركيز واحد، نصلي من أجل وحدة المسيحيين. أبونا فرح حجازين، أهلا وسهلا فيك. شكرا. صباحك نور يا أبونا. الله يصبحك وصبح القسيس الغالي. الله يسعدك يا رب. أبونا فرح، نحن حبينا نكمل الحلقة اليوم كمان موضوع الوحدة في منظور آخر، كيف أنه يترجم موضوع الوحدة في حياة المؤمن، فتفضل أبونا. شكرا. بس ملاحظة بسيطة، أنه يا ترى مش لازم نتوقف عن الصلاة من أجل الوحدة بعد انتهاء أسبوع الوحدة، نكمل طول الحياة طول السنة، لأن هاي نية غالية جدا على قلب يسوع. فللمرة الثانية بتحدث عن الوحدة المرة في نقطتين، النقطة الأولى الواقع المرير، النقطة الثانية ماذا يجب أن نعمل. أولا الواقع المرير، اتجاه العالم المعاصر نحو الوحدة على كل المستويات، سياسة، اقتصاد، تجارة، اتحاد بنوك، اتحاد مؤسسات، اتحاد شركات، لما في الوحدة من قوة تحقيق مصالح ومكاسب لكل الأفراد. للأسف لا نرى مثل هذا الحماس عند رؤساء الكنائس المختلفة لتحقيق وحدة الكنيسة، هذه الوحدة الغالية على قلب يسوع، ومن أجلها صلى في العشاء الأخير: يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحدا كما نحن واحد، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. إن أبناء الظلمة للأسف أحكم من أبناء النور في هذا الميدان. إن واقع الكنيسة الحالي مؤلم ومرير جدا، عندما نرى كنيسة المسيح وقد تجزأت وانقسمت إلى مئات بل آلاف الكنائس، ترتب كل واحدة منها وراء مصالحها الخاصة. إن الانقسام في كنيسة المسيح هو سبب شك عند الأمم وحاجز لهم من الدخول في كنيسة المسيح، إذ يقعون في الحيرة أمام الكم الهائل من الكنائس فيحتارون أيها يختارون وأيها تنطق باسم المسيح وأيها كنيسة المسيح الحقيقية. إن الانقسامات تضعف الكنيسة، فبدل من أن تتجه نحو العمل المشترك في تبشير العالم، تتناحر بعضها مع بعض حول الأمور الدنيوية وتنسى غايتها ورسالتها في العالم، حيث يجب أن تتكاتف الجهود وترص الصفوف وتصفى القلوب وتقدس النفوس وتجند الطاقات في خدمة الهدف ألا وهو اذهبوا وتلمذوا كل الأمم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردنيون يحتفلون بالعيد 60 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. كنائس الأردن تحيي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس الأرثوذكسية والقبطية والأرمنية تحيي يوم الحج السنوي إلى المقطص. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.